بيان المذهب الحق الخالص المحض، وهم أهل السنة والجماعة، أهل الحديث السلفيون. أحد يستطيع أن يخرج عن طاعة الله وعن قضاء الله وقدره؟ لا يستطيع أحد، وإنما يفرط ويتساهل ويرتكب بعض الخطايا والسيئات، ولكن عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا ويجتهد، فإذا وفق لذلك واستقام أدرك الخير الكثير والفلاح العظيم. فاحرص يا أخي بعد الآن على أنك إذا علمت بك أمور ألا تظن أن هذا جاء بدون قضاء ولا قدر، ولا أنه جاءك بدون سبب ولا تسبيب،